نداء، نعم، 1991، 2/5، نعم، هذه بشكل عام. بيداء 2/5/1991، وتسأل بشكل عام. لا، بيداء هنا من الشخصيات ذات الحظوة الاجتماعية وتحب التعاون، عمل اجتماعي، عندها متابعة الجانب العاطفي بشكل عام، متخلخلة بالآراء، ما تصفى إلى رأي ثابت، عندها تغيرات حلوة على الجانب المهني بالأخص في الفترة ما بين 15/3 إلى 2/4، عندها تغيرات أيضا جيدة على الجوانب العاطفية، أفضلها راح تكون بالفترة ما بين 15/5 إلى 3/6.